مشاهدينا نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. تفشل دول الاتحاد الأوروبي من جديد في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد لسقف أسعار الغاز الروسي، وذلك بعد ساعات من تعثر مفاوضات سقف أسعار النفط الروسي، حيث لا يزال التوصل إلى اتفاق بشأن إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعيد المنال، بينما فشل قادة الاتحاد الأوروبي في إيجاد سبل لاحتواء الطاقة غير المسبوقة والتي تغذي التضخم وتهدد بدفع دول التكتل إلى الركود، ولذلك باتت تهدئة أسعار الغاز في أوروبا موضوعا مطروحا على طاولة النقاش في اجتماعات وزراء الطاقة في الفترة الماضية في محاولة لطمأنة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار. للتفصيل في هذا الموضوع معنا ضيفا الأستاذ خالد فتحي، الباحث في الشؤون الدولية من باريس. أهلا وسهلا بكم أستاذ فتحي. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. مرحبا بكم. ونرحب ايضا بسيد مجيد بودن استاذ القانون الدولي بباريس وينضم الينا من باريس. اهلا وسهلا بكم استاذ بودن. اهلا وسهلا، مرحبا. بدايه استاذ فتحي، يعني اي جدوى اليوم لخطه تسقيف سعر الغاز، وهل توافق جميع دول الاتحاد الاوروبي على سقف لسعر الغاز؟ هو في الحقيقة هذه الخطة التي يريد تطبيقها الاتحاد الأوروبي هي تهدف إلى تطبيق الاستراتيجية الأمريكية التي تريد قطع الغاز الروسي عن أوروبا، وبالتالي إنهاء تلك التبعية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. الاتحاد الأوروبي يريد أن ينفذ خطة لا يملك شروط نجاحها. أولا، هناك خلافات للقادة الأوروبيين تبعا لمصالح كل دولة، لأن القرارات في الاتحاد الأوروبي تؤخذ بالإجماع، وبالتالي رغم الخطاب الرسمي المعلن فإن الدول الأوروبية تتصرف على أرض الواقع بشكل آخر، يراعي لوبياتها الصناعية، يراعي حاجتها الملحة ودرجة اعتمادها على الغاز الروسي، وبالتالي الدول الأوروبية ليست على قلب رجل واحد، وهناك عدة مجموعات قد تكونت. هناك مجموعة بولونيا وليتوانيا وأستونيا التي تعارض أن يكون هذا السقف مرتفعا، لأنه ترى أنه لن يكون فعالا في التخفيض من العائدات الروسية، وبالتالي هي تعول على أن يكون مرتفعا قليلا على تكلفة الإنتاج التي تقدرها ب 20 دولارا، وبالتالي تقترح سقفا ب 30 دولارا. هناك دول أخرى، قبرص واليونان ومالطا، هي تقدم خدمات بحرية على مستوى الشحن البحري، وبالتالي هي لا تريد أن يكون هناك سقف متدني حتى يستمر الغاز الروسي في التدفق وتستمر خدماتها البحرية، وبالتالي تطالب بتعويض عن خسارة الأعمال أو على الأقل وقتا للتكيف مع الوضع الجديد. هناك أيضا هنغاريا وسلوفاكيا والنمسا التي تشتري كميات كبيرة من الغاز الروسي، وبالتالي هي تتخوف من الرد الروسي الذي قد يؤدي إلى وقف الإمداد، وبالتالي نجد أن هذه الدول ليست متفقة على قرار واحد، وأن حتى إذا اتخذ هذا القرار فلن يكون له جدوى على أرض الواقع. طيب، يعني الآن أستاذ بودن، يعني كيف تتابعون مسار مفاوضات دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد سقف لأسعار الغاز، وأي خطورة لهذه الخطوة في حال تطبيقها؟ أولا، لا يمكن أن نستخلص الآن أن هناك فشل أوروبي في تحديد، لأن المباحثات جارية. الاتحاد الأوروبي وخاصة الكوميسارية الأوروبية المفوضية اقترحت سقفا، ولكن هذا السقف كان عالي جدا، وليس هناك اتفاق إلى حد الآن، ولا يعني أن هناك فشل، هناك مباحثات
وهذه طبيعة الاتحاد الأوروبي وطبيعة المفوضية. ثم تعريضها على البلدان الأعضاء، الدول الأعضاء، والدول الأعضاء تناقش ذلك، لكن المسألة مستمرة وسيقع الوصول إلى حل في هذه المسألة، لأن ليس هناك تصدع في المواقف، ليس هناك اختلاف جذري. يجب أن نرى أن موضوع الغاز هو نتيجة وليس سبب. طيب ما هي النقاط العالقة التي ما زال التفاوض معقدا بشأنها إلى حدود الآن، يعني في هذه الحال؟ يعني الأمور معلقة الآن، ولكن هي تحت الدراسة وتحت الدرس، والمفاوضات جارية وهي متواصلة، ولم يقع الإعلان عن فشل، لأن هناك اتفاق على الوصول إلى اتفاق، أي هناك نية للوصول إلى اتفاق، وليس هناك الآن يعني أشياء تجعل من أن الاتفاق لم يسير. لكن الموضوع هو الآن بين يعني الخلافات الموجودة هي مسألة كيف نخرج من هذه الأزمة بشكل في مدى قصير، أي في هذا الشتاء، ثم كيف نرى الموضوع بشكل أبعد، على مدى أبعد. طيب. لكن نلاحظ أن سعر الغاز نزل في هذه الفترة الأخيرة، في الشهر الأخير نزل ب 17%، وهذا شيء مهم جدا، لأنه يؤكد أن الموضوع ليس هناك أزمة لا يمكن تخطيها، الأزمة سيقع تخطيها بالتزويد بغاز آخر. هناك خلافات مع أمريكا فيما يخص السعر، لأن أمريكا سعر الغاز في أمريكا هو أقل بكثير من سعر الغاز في أوروبا، ولكن كذلك لو أخذنا بعين الاعتبار أن الشحن يضاف على السعر، يبقى السعر في أمريكا أقل، ولهذا هو سبب من الأسباب الذي يتفاوض فيه ماكرون باسم فرنسا، ولكن كذلك بتوصية من الاتحاد الأوروبي مع بايدن، حتى يصلوا إلى حل في هذه النقطة. ثم النقطة الأخرى، كيف يتعاملون مع التزويد الخارجي؟ نرى أن ألمانيا مثلا الآن يعني عقدت عقود كبيرة مع قطر، وهناك اتفاقيات مع دول أخرى، وأوروبا ستؤمن الغاز في هذه الفترة، وهذا الشتاء سيمر بسلام، والموضوع هو كيف نتعامل مع الموضوع في مدى أطول، لأن التبعية الروسية ليست مفروضة من أمريكا، هي أن أوروبا وصلت إلى قناعة أن تبعيتها للغاز الروسي يشكل خطرا استراتيجيا على أمنها القومي، ولهذا السبب المسألة أوروبية بالدرجة الأولى، وهناك تفاهم بين الدول الأوروبية لتخطي المسألة، والسقف هو جزء منها. طيب نتحول إليكم أستاذ فتحي، يعني اليوم هل ستنخفض تكاليف الغاز في حال تسقيف سعره؟ وأيضا يعني تحدث الأستاذ بودن عن مسألة خطورة تبعية أوروبا لروسيا من حيث الإمدادات للغاز، يعني اليوم أي بديل يمكن أن يكون لأوروبا بعد استشعارها لهذه الخطورة؟ وفي الحقيقة هذا الموضوع معقد وشائك، لا ندري هل كانت أزمة الغاز هي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، أم هي سبب لهذه الحرب. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ بدأت تستغل الغاز الصخري، ومنذ بدأت تقنية تسييل الغاز، تحولت إلى لاعب كبير في سوق الغاز الدولي، وأنها كانت تنظر بامتعاض للتعاون الألماني الروسي فيما يخص أنبوبستريم نورستريم 1 ونورستريم 2، وكان ترامب قد قال بأنه في ماذا سينفع الناتو إذا كانت ألمانيا تؤدي يعني مليارات الدولارات إلى روسيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية
كانت تريد الغاز السوق الأوروبية لنفسها. وبالتالي نفهم الآن كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السبعة هي التي تدفع بالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هكذا قرار وإلى إنهاء هذه التبعية. لكن قد يصدر القرار فعلا كما قال ضيفك الكريم، ولكن لن تكون له قيمة كبيرة، لأن شروط نجاح هذا القرار هو أولا أن يضم أكبر عدد ممكن من البلدان. يجب أن يكون هناك ائتلاف واسع من الدول التي تريد الانضمام إليه، وأهم هذه الدول هي الدول المستوردة الكبرى، هناك الصين وهناك الهند. الهند والصين الآن تشتري الغاز الروسي بأقل من السعر المعروض في السوق الدولية، وبالتالي ما الجدوى من كل هذا؟ كذلك الدول التي لم تشارك في العقوبات ضد روسيا لن تعتمد هذا السعر المثقف. وكذلك هناك شرط آخر ضروري لنجاح هذا التسقيف، هو أن تمتثل روسيا وأن تنصاع لهذا التسقيف، وبالتالي أن تواصل التصدير. ولكن موسكو تقول أنها ستوقف التصدير، وهذا سيؤدي إلى زعزعة الأسعار في السوق، وبالتالي قد يكون المستهلكون الأوروبيون والأمريكيون هم أول الضحايا. إذن الاتحاد الأوروبي يريد أن يضرب عصفورين بحجرة واحدة، تقريص عائدة موسكو لكي لا تواصل الحرب، ومع المحافظة على استمرار تدفق النفط الروسي والغاز الروسي في الأسواق لكي لا ترتفع الأسعار. هذه معادلة صعبة، وسنرى كيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع. نعم، يعني أستاذ بودن، يعني هناك حديث عن كون تنفيذ قرار تسقيف أسعار الغاز من شأنه توسيع دائرة الصراع ليس فقط مع موسكو بل مع الدول المصدرة للغاز بما فيها الحليفة والموثوقة للاتحاد الأوروبي. أي مشاكل أو صراعات قد تطرحها هذه الخطوة مع الدول الحليفة للاتحاد؟ أستاذ بودن؟ ألو، أيوة، هل تسمعني؟ هلا بسمعك. أعيد يعني السؤال، تحدثنا عن يعني توسيع دائرة الصراع، يعني هناك حديث عن كون تنفيذ قرار تسقيف الأسعار من شأنه توسيع دائرة الصراع ليس فقط مع موسكو بل أيضا مع الدول المصدرة للغاز بما فيها الحليفة والموثوقة للاتحاد الأوروبي. أي مشاكل أو صراعات قد تطرحها هذه الخطوة مع الدول الحليفة للاتحاد الأوروبي أو لهذا التكتل؟ يعني المشهد مرتبط ببعضها، لأن السوق هي سوق واحدة، والتسقيف هو أولا لكبح الارتفاع في السوق، خاصة التزويد الروسي، لأن روسيا لما شنت هذه الحرب و ارتفع بشكل اوتوماتيكي سعر الغاز وسعر النفط كذلك، وبالتالي فان على اوروبا اتخاذ خطوات كاي مستهلك كان الذي هو في وضع تبعيه انه يريد الخروج من تلك التبعيه، واول الخروج من تلك التبعيه ان يحدد سعر الشراء، لان البائع وهو روسيا الان لا يمكنها فرض السعر بشكل مطلق، ولذا في عملية صراع بين الطرف، والطرف الذي هو كذلك مستهلك يريد أن يخفض هذا السعر، ولما يخفض السعر يعني يرفع السقف استقلاليته. ولكن بنفس الطريقة، أن السوق بأنها سوق مفتوحة، نرى أن الخليج والجزائر والدول الأفريقية وبعض الدول الأخرى وكذلك أمريكا رفعت سعر الغاز بشكل أوتوماتيكي، وهناك استغلال لهذه الفرصة. ولكن أوروبا تريد كذلك أن تكبح جماح ذلك الارتفاع،
بأن تقول لكل شركائها أنه لا يمكن أن يكون الاتفاق بشكل غير مقنن، وهذا أمر طبيعي في العلاقات التجارية قطع النظر عن العلاقات السياسية. ولكن من ناحية السياسية الآن هناك توجه لأمريكا بأن تخفض في السعر. الإدارة الأمريكية تقول أن ليس لها السلطة على السوق، ولكن هناك مباحثات كذلك مع المزودين الخواص الأمريكيين بأن ينزلوا من السعر لكي تكون المسألة معقولة، ولكي لا يكون هناك استغلال. هناك مفاوضات على مدى طويل مع دول الخليج للتخفيض، مع الجزائر، مع نيجيريا، مع بلدان أخرى. هناك محاولة لرفع الحظر على فنزويلا لكي تزود بالبترول والغاز، وهذه أمور عادية لكي يقع التقليص في السعر. ومسألة التخفيض هي أحد الأدوات لكي يكون السوق مستقر إلى حد ما. وهذه العملية ما نراه أن السعر نزل ب 17% كما ذكرنا، وهو خطوة أولية، وسيقع النزول بهذا رويدا رويدا وشيئا. طيب أتحول الآن من جديد إلى الأستاذ فتحي. يعني سيد فتحي، المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت وضع حد أقصى لسعر الغاز الأوروبي في سبتمبر، لكن يعني هذه الفكرة لاقت مقاومة من دول وسط وشرق أوروبا، والتي قلقت يعني من أن ترد موسكو بقطع الغاز الذي ما زالت ترسله إليها. أي تهديدات قد ترفعها موسكو في حال وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي؟ روسيا وموسكو تملك عدة أوراق للضغط. أولا كما قال ضيفك الكريم، سوق النفط وسوق الغاز هي سوق مفتوحة، وبالتالي هي تحدد وفق العرض والطلب. وروسيا بإمكانها، وهي ترى بأن المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أن تستغني عن الإمدادات الروسية، يمكنها أن تستبق ذلك بوقف لهذه الإمدادات لكي تدخل أوروبا في ورطة خلال هذا الشتاء القاسي. روسيا لها، يمكنها أيضا أن تتحجج بأن روسيا هي تعرف في واقع الأمر أن هناك نوع من التناقض بين الخطاب الأوروبي وبين ما يقع على أرض الواقع. هناك جريدة فاينانشال تايمز التي أوردت في عدد قريب أن واردات الغاز المسال من روسيا نحو أوروبا قد ارتفعت خلال هذه الحرب ب40% ما بين يناير وأكتوبر مقارنة مع السنة الفارطة. معنى ذلك أن روسيا تبيع مثلا النفط بأسعار زهيدة نوعا ما إلى الصين التي تعيد تكريره، وتشتريه الشركات الأوروبية وتجلبه إلى أوروبا. بمعنى أن الأرقام التي تعلنها الدول هي أرقام تدل على أن الاتحاد الأوروبي سائر لتخفيف أو إنهاء التبعية، ولكن أرقام الشركات الأوروبية هي في ارتفاع. بمعنى أن هناك أبواب خلفية لتصدير كل من الغاز والنفط الروسي نحو أوروبا. كذلك هناك نوع من الصعوبة في اتخاذ مثل هذه القرارات. مثلا نأخذ فرنسا التي هي يمكن وصفها بأنها زعيمة الاتحاد الأوروبي. نجد أن شركة طوطان لا زالت حاضرة في روسيا، وأن هذه الشركة تنسق مع الشركة الروسية
نوفاتيك تنسق معها في عدة دول، في ليبيا، في أذربيجان، في موزمبيق، بل إن حتى شركة فاغنر كانت تقدم الحماية لشركة توتال في موزمبيق. إذن من الصعب جدا أن تتحلل فرنسا من التزامات شركاتها الكبرى مع روسيا في مجال الغاز والطاقة. طيب. كذلك ألمانيا هناك ضغط قطاع الكيماويات، إيطاليا كذلك هناك ضغط القطاع الصناعي. ثم عندما تقوم أوروبا بتسقيف الغاز النفط الغاز الروسي، فروسيا يمكنها أيضا أن تبحث عن زبائن جدد، وقد توجهت نحو الهند ونحو الصين ونحو آسيا. وبالتالي الذي يقع هو أن الاتحاد الأوروبي سيبحث عن موردين جدد، وروسيا ستبحث عن زبائن جدد، ويقع تشكيل جديد لخريطة الغاز والنفط في العالم. طيب دعنا أستاذ بودن الآن نتحدث عن تخزين الدول الأوروبية للغاز. يعني لم تكن هذه المهمة بالمهمة السهلة، الأمر كلف ميزانية حكومات الدول الأوروبية أكثر من 70 مليار دولار مقارنة مع حوالي 12 مليار دولار أنفقتها دول الاتحاد الأوروبية لتخزين الغاز خلال عام 2022، مما يعني بذلك زيادة بأكثر من 5 أضعاف. إلى أي حد في هذا السياق وفي سياق هذه الأزمة الاقتصادية تتحمل الدول الأوروبية نفقات التخزين، وأي انعكاس لذلك على الأسعار وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين؟ عملية استراتيجية بعجالة لو سمحت أستاذ بوتن. نعم، مسألة التخزين هي مسألة استراتيجية، وهذه والتخزين لا يقع بالنسبة للغاز والنفط فقط، يقع لعدة مواد. لما يمكن زيارة مناطق في بلدان أوروبية مثل الدول الإسكندنافية، فهم يخزنون علب السردين وعلب التونة والرز، ويعني عدة أشياء يقع تخزينها لأسباب استراتيجية، وهذا منذ الحرب العالمية الثانية. وتخزين الغاز ومخزون الغاز والنفط هي مسألة استراتيجية، مهما كانت التكلفة هناك ميزانية. نعم. الميزانية تلبي تلك التخزين، لأنه لو لم يقع التخزين لاشتل الاقتصاد الأوروبي ولصارت كوارث كبيرة. يعني مهما كانت الكلفة، الدول الأوروبية مدعوة للجوء إلى هذه الفكرة. يعني نعتذر منكم لأننا لا يمكن أن نطيل في الجواب نظرا لضيق الوقت أستاذ بودن، سنعود في حلقات مقبلة بالأكيد للتفصيل بشكل أكبر في هذه النقطة. نشكركم جزيلا الأستاذ مجيد بودن أستاذ القانون الدولي بباريس لحضوركم معنا، ونشكركم أيضا الأستاذ خالد فتحي، وأنتم الخبير في الشؤون الدولية، شكرا لحضوركما معنا. نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.